كده من كل حاجة تميل خير وشر وفر وناس كتير خاينين طول عمرها كده من كل حاجة تميل خير وشر وفر وناس كتير خاينين وغربة جوا الوطن وحلمي صح وطن غربة جوا الوطن حلمي يصبح وطن اسم الهوية وزمن يصفى ولو مين اللعب فوق الحبال وقرب وبص وجلال بيغير الأحوال وينعنش المسألة اللعب فوق الحبال وقرب وبص وجلى بيغير الأحوال وينعنش المسألة لعيبة فيهم كبير وفيهم ضعيف وفقير اللي ضعيف يمتاز أما القوي فلا اوعى تخاف من القوي واللي يقولك انا منفوخ وفاضي وهوى مستقوي من ضعفنا اذا كان لابد الموت اصرخ بعلو الصوت جايز بشر يسمع ويوصل اللي انتهى تغير الأشياء مرة رحيل وفراق مرة له أو أشواق ما هي في النهاية سوا تغير الأشياء مرة رحيل وفراق مرة له أو أشواق ما هي في النهاية سوا ظلمت أو مظلوم مين البريء فينا آخر الذنوب توبة السموم تريد اوعى تخاف من القوي واللي يقولك انا منفوخ وفاضي وهوى مستقوي من ضعفنا اذا كان لابد الموت اصرخ بعلو الصوت جايز بشر يسمع ويوصل اللي انتهى جايز بشر أنا آسف جدا. لا مفيش أي حاجة ربنا ستر الحمد لله. أنا شفت حضرتك قبل كده. ما أعتقدش إنه أنا. لا أعتقد اتقابلنا في النايت كلاب مرة ويمكن مرة قبل كده بس مش فاكر فين. لا مش أنا لأني ما بروحش المناطق اللي حضرتك بتقول عليها دي. جايز بس أنا متأكد. على العموم حصل خير العربية ما لمستنيش خالص. الحمد لله تحبي إيه أوصلك أي مكان؟ لا ميرسي قوي عن إذنك. مع السلامة. تستاهل 500 بوصة عطعوط ما يجيبها على رجالتها هي صحيح اتأخرت على الإفراج شوية بس هي برضو جت في وقتها عشتها احنا كده عرفنا مكانها ومكانهم ما مسكناهم شيش انت بتوشوش ليه علشان البنت عزيزة وامها جوه هما مؤلفين على بعض ويحبوا بعض قوي يولعوا بجاز المهم انت دلوقتي عرفت مكانها قبل مكان امها عايزة اربقها هتعمل ايه بالظبط عايز ارتب لها صح المرة دي عطا الهنجرانية قدرهم قوي مش سهلين والبنت متجوزة بنت اخو كبيرهم
مش هعرف ابدا اطلع اجيبها من شعرها وانزل بيها. اه مظبوط. طب هتعمل ايه؟ لازم يحس انه في خطر. الحكومه هتطب عليهم، مشاكل هتجيلهم من وراها، ساعتها بس هيرموها بره لو هي مين. وساعتها تبقى وقعت من السما وانت استلقيتها. الله ينور عليك يا عطو. هي هيام جابت كام النهارده؟ عليا النعمة لو جايبها 1,000,000 جنيه. هلا الفلوس مش كل حاجة، هديكي من جيبي. لا لا ما كانش قصدي. يوه ده انا نسيت اديهم لابوكي. بكره بقى وعليكي خير. خلاص فتح المؤتمر مع عطا وبعدين بره بيتودودوا، اكيد بيرسموا على مصيبة جديدة. على الله بس ما يكونوش عيطروا في ناتيا. على الله بس انتي مدلعاه قوي اليومين دول. بكسر عينه بداديه عشان ما يقولكيش سرق زمايلك في الجامعه وشغالك بالعافيه. ربنا يستر يا اما. فاتك كتير، ما بقى الا القليل يا عزيزه. احنا كنا فين؟ ابتدائيه واعداديه وثانويه. خلاص مش فاضل الا 4 سنين وهنقضيهم بالطول ولا بالعرض. ايوه يا اما، بس انا خايفه عليك انت. ابويا ما يسكتوش الا الفلوس، وكل ما حاولت تجيبي له اكتر كل ما الخطر بقى عليك انت اكبر. يعني هيحصل ايه يعني؟ هتسجن؟ يوه وهيدي شويه يا اختي. والله جوه اخر راح الواحده ما بتبقاش شايله غير همك. هنعدي على المستشفى وناخدها على البيت على طول. تفتكر يا صدقوا ان كولتي وما قلناش لحد؟ وايه يعني؟ كنت تعبان خايفه من الحسد بعد ما خلفت بطلوع الروح. ايوه بس ما بسش. انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان الاوراق الرسميه بتقول ان الولد ده يبقى ابني انا. على رأيك يضربوا دماغهم في الحيط. المهم انت يا استاذ. على فكرة انا قلت بدل عبد الحميد ما يبقى في حتة واحنا في حتة، ناخدها تقعد بيه معانا في الفيلا على انها دادة بتاعته. عبد الحميد؟ سميت الواد عبد الحميد؟ على اسم بابا الله يرحمه. ايه رأيك؟ اه طبعا، ده حتى يبقى بركة. مش عايزة اي حركات صغيرة يا ماجد. لا لا عيب ما صحش. انا برضو يا حبيبتي ابص لواحدة زي دي؟ ده انا حتى براجل ما عنديش نظر. الحساب لو سمحت. اتأخرت عليكي صح؟ ما حصلش حاجه، المهم انك جيت. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. هو ما فيش حد من الكبار هنا ولا ايه؟ والله يا عم حنفي خرج يجي من ساعه. طب عم رضا انت عايزهم في ايه؟ بص بقى من الاخر كده، في واحده ضحكت عليا وهي موجوده هنا في حماكم. حمانا احنا؟ واسره كده بقى، لا هعرف ارجع المنطقه من غيرها ولا هعرف اقف قصادكم. وانت عايزني اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ استني تصبري شويه. صبرت كتير وانت عارف كده كويس. انا معرفش غير حاجه واحده بس، انك سبتيني واتجوزت واحد تاني صح؟ انا اتقدم لي عريس واتنين، وانت عارف ان انا غلبانه واهلي على قدهم، وانت ما كانش بايدك تعمل اي حاجه. كنت هعمل ايه في ظروف زي دي؟ عادش يجي منه. انت دلوقتي متجوزه وانا اتطلقت يا حسين. قولي لي كده بقى، اتطلقتي وسمعت ان انا بدات اقف على رجليا فقلت يلا نركب الاستبنه اللي في الشنطه صح؟ حرام عليك، ما تبقاش انت والدنيا عليا. ما عادش يجي منه. نائبك طلع على شونه يا استاذه منى. انا صحيح بقى معايا قرشين دلوقتي ويعني شويه فلوس على قد كده، انما ظروفي بقت اصعب من اول بكتير قوي. على فكره بقى، سواء انت معايا او مش معايا، انا ما اقدرش اعيش مع راجل ما بحبوش اكتر من كده. انت ليه مش عايز تصدقني؟ ليه مش حاسس ان في واحده اتعذبت زيك بالظبط؟ انا ما قلتش كده يعني. اذا كنت انت خسرت فانا كمان خسرت. على الاقل انت ما اتفرضش عليك تعيش مع واحد انت مش طايقه. على قد ما كنت زعلان منك عشان سبتيني، على قد ما كنت بفكر في العذاب اللي بقيتي انت فيه. أنا محتاجاك قوي يا حسين. وأنا ما أقدر أعيش من غيرك.
تعال هنا تعملي ايه يا بنت؟ مستنيه يا عم حنفي. مستنيه بأمرت ايه؟ اقعد بس يا عم رضا استريح. في ايه؟ طبعا هستريح. انت هتعزمي عليا في بيتي ولا ايه؟ عايز افهم انت زعلان مني ليه؟ نكدت على ابني، خليتيه يسافر في اليومين اللي بيقضيهم معايا هنا كل سنه. كلتي عقل كبرنا وقلتي قيمته. الناس تقول ايه بعد ما طلقت من مهدي راحت لخاله؟ اخلاص يا ست انت وهي، في ايه؟ بس هقولها انك ليهم حدش يفتح بقه. انا عايز افهم بس انت عايز مني ايه؟ تلم هدومك وتنكشح من هنا من غير ربح. ايه اللي بتقوله ده يا رضا؟ ازاي تدخل بيتي من ورايا وتطرد واحده قاعده عندي؟ يعني هتعاديني عشان قعدتها دي؟ بتدافع عنها بعد اللي عملته في ابن اختك؟ قلت ما حدش يفتح بقه. يا سلام، امال جايبهم ليه؟ يلا خدهم في ديلك واطلع بره. مش طالع بره. واللي لازم تعرفه بقى ان عزم درويش بعتلك وعايزك في مكتبه. عزمي؟ امتى؟ امبارح بالليل كلمتك في التليفون ما ردتش، جيت لك هنا عشان اقول لك، قالوا لي نزل. لا انا لازم انزل. تعالي هنا. هتروحي فين؟ استني. طب وايه يعني لما يبعتلي؟ هي دي اول مره الحكومه تبعتلي؟ طب وفرخ خنزيره اللي عمال يلف في المنطقه من اول النهار كمان عايزك؟ وكمان فرق خنزيره؟ وهم عرفوا ان نادي عندي هنا ازاي؟ اذا كان فرق ولا ظابط؟ حد مننا اتكلم؟ البيت دي بقى وشها نحسه لازم نخلص منها. حكومه ونور والله اعلم في ايه تاني. اذا كان اللي مننا بتطرده عايز تعدينا كلنا عشان خاطر البيت دي، نادية مش هتخرج من هنا ولا على جثتي. قلنا كانت عقل، قلت اطلعوا من البلد. اخرص يا وليه يا ناقصة قليلة الأدب. إما ربيتك أنت وجوزك بس لما فضالك. عشان خاطري على اللي بيقولوه ده لازم أمشي. على اللي بيقولوه ده لو مشيت دلوقتي هتتعلقي قبل ما تخرجي من الشارع. في دي عندك حق. عشان كده البت دي مش لازم تقعد وسطينا. أنا هروح لعزم درويش الأول أشوفه عايز إيه. طب وفرج؟ فرج أمره سهل. لو مسكتش بالفلوس هتفهمه صاحي. لا والله ده انا زعلانه منك جدا. معقوله يعني تروحي تولدي من غير ما تقولي لي؟ مش انا برضو كان المفروض ابقى موجوده معاكي في يوم زي ده؟ على العموم انا هسامحك بس علشان خاطر عبد الحميد الصغير. قولي لي بقى انت عامله ايه دلوقتي؟ مش الحمد لله احسن؟ طيب يا حبيبتي، ومعتز نازل رايح المكتب، انا هنزل معاه واعدي عليكي. لا مش معقول. طب خلاص خليها بكره بقى عشان نبقى نقعد براحتنا. طيب والف مبروك وحمد لله على سلامتك. باي باي. انت برضه مصدقه حكايه عبد الحميد دي؟ طب وما نصدقش ليه؟ احنا شفناها وهي بتتوحم، ولما بطنها كانت بتكبر، يبقى ايه الغريب بقى ان هي تروح تولد وتيجي؟ اقطع دراعي، المكان لعبه وجايبين الولد ده من اي حته. بكره هتشوفيه وهتلاقي عنده ست شهور مش يومين. ست شهور ست سنين، احنا مالنا؟ بوسه من هنا وبوسه من هنا وهديه حلوه ونقول لها الف مبروك، هنخسر ايه؟ امال الباشا فين يا بقى؟ عزمي بيه في اموريه وراجع. يرجع بالسلامة إن شاء الله. على فكرة هو عايزك ضروري قوي، لو احتجته أي حاجة أنا في مكتبي، تقف على الباب وتاخد بالك كويس. الله 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 الله، انت ماشي كده من نفسك؟ مش عايز اعمل مشاكل يا عم حنفي. لا والله ده انت طلع عندك دم اهو. امال كنت رامي بلاكي علينا ليه؟ مش هرد عليك عشان خاطره وخاطر مهدي. لا يا بت والنبي، وانت تقدري تردي؟ خلينا امشي بقى وهو عم سكت. مش لما تتفتشي الاول؟ ايه اتفتش؟ ادام خارجه من ورا حنفي تبقي سارقه حاجه. يلا خدوها تحت على الشقة التحتانية، كتفوها وفتشوها تفتيش ذات. يلا يلا. اللي هتهوب ناحيتي هطير وشها. مش كل مرة تسلم الجرة يا حلوة؟ مش سايباك النهاردة يا بيضة. احنا جايين لك بالاسلحة الفاسدة يا قطة. ايوه يا باشا ايوه، البنت تحت ايدي يا باشا.
هتيجي تلاقيها متكتفه. انت اتحركت بدري قوي يا رضا. على العموم انا في الطريق دلوقتي، اوعى تفلت منك كده ولا كده. لا بقول لك ايه، خلي بالك منها، دي بنت جنيه. يا حاجه هي المأمورية اللي طلعها الباشا فين يا ابني؟ داخل مصر الجديدة. أمال فين دورة المية؟ آخر الطرقة شمال يا حاج. أشكرك. انا حاجزه في مكتبك يا باشا ولسه شايفه من شويه. تحت امرك يا باشا. مع السلامه. ايه ده، الراجل اللي كان هنا راح فين؟ أوه. رد يا ناديه. الو. ايوه ارفعي. ايه اللي بيحصل عندنا؟ ايه وين اللي ودى رضا هناك؟ أم عزيزة؟ خير يا شرابية؟ أصل عم فرج قفل نصبة الشاي وأنت عارفة يعني. منه لله، مش عايز الناس تاكل بالحلال. والله العظيم ثلاثة أنا عايز أبقى كويس يا أم عزيزة. أنا تعبت من الهرتك ده، مش عايز أفضل فيه. ربنا يفتحها عليك ويسهلها لك يا شرابية. يعني أنا لو عملت مصلحة وعديت زي اللي بيعدوا. تجوزيني يا عزيزه. انت ابن حلال يا شرابيه، وكل شيء اسمه نصيب. قصدك يعني عشان العلم؟ ما ياما تجار ومعلمين بيتجوزوا هوانم، ومش كده وبس، وبنات جامعه كمان بفلوسهم. بس احنا على الاقل بنحب بعض. هو انا قلت لك لا؟ اعمل اللي عليه والباقي على ربنا، ولو ليك نصيب فيها هتاخدها يا شرابيه. اه يا ايدي هنروح من الشباك هجيب لكم بنايه. افتح يا رضا، افتح لابخر الباب. اما حنفي افتح، ما تفرجش علينا الناس. ايه اللي جابك دلوقتي يا عم حنفي؟ تتفق مع الظابط عليا يا رضا بتضرب لي معاد في الكريتش عشان تسلم البيت وانا قاعد في مكتبه زي الركب. انا عايز احميك من روحك. الظابط لو جه ونزلها من شقتك هتنزل معاها. وانت مالك؟ حد هيقف وصي عليا؟ يعني ايه؟ تتحبس عشان بتتسطر على مجرم؟ انا بقول نسلمها وتبقى بجميله. دي بالذات يا متخلف ما نقدرش نسلمها. ليه؟ بينك وبينها ايه؟ انت كان انت هتعمل زي كلام النسوان بتوعك؟ ما هي عمايلك دي هي اللي بتخليني اصدقهم. قلت لك امشي ما سمعتش كلامي. ولا يهمك كلامهم، هتمشي على رقبه الكل. يلا بينا قبل الظابط ما يجي واحنا بنرغي مع الحوش دول. على فين يا قريبي؟ الظابط زمانه جاي وعارف ان انا مكتفهالي. كل واحد يتحمل نتيجه افعال. يعني ايه؟ الظابط يجي ما يلاقيهاش ياخدني انا بدالها؟ ان شاء الله حتى يعلقك على المشنقه، اوعى من قدامي. حنفي اتجننت يا حنفي ولا ايه؟ عايز تمشي دي على رقابينا؟ عايز تعلقنا كلنا على المشنقه عشان خاطرها؟ هتمد ايدك عليه وتضربه ولا ايه؟ تتقطع الايد اللي تتمد على كبرنا، ده انا في دي برقبتي. ايه يا نسوان، مش قادرين عليها؟ انده الرجاله من تحت. ايه ده، انت كمان محضر رجاله؟ الناس كلها سايره عليك يا حنفي، وانا اللي واقف بينك وبينهم. اسمعني يا حنفي، ناديه هتتسلم يعني هتتسلم، فمشيها بمزاجك احسن ما تمشي غصب عنك. ما اقدرش يا ناس، ما اقدرش اربيها في الشارع زي ما رميت امها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده الراجل جراله إيه؟ أنا عارفة يا أختي إيه اللي جراله الراجل؟ بتقولي يا حنفي؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ رضا ما تضيعش وقت، ناديه لازم تهرب. تهرب ليه؟ نهربها ليه؟ نعادي الحكومة عشانها ليه؟ أنت اتخبطت في دماغك. افهم، مش هقدر أديها لك تسلمها للحكومة حتى لو ضربتني بالنار. طب قول لي سبب واحد يعقله بني آدم وأنا أخدها تحت هدومي وأخلع. مش عايز اتكلم قدامها يا بهايم. لا اتكلم، انا عايزك تتكلم. بنتي ناديه يا بنتي، عايزين ناس منكم بنتي تدوها للحكومه. مش فاهم حاجه.
بنتك ازاي يعني؟ مش فاهمة. قلتش من الأول ليه إنها بنتك؟ سامحيني يا نادية، سامحيني، ما قدرتش أحميكي زمان ولا دلوقتي. على فين يا عم رضا؟ أنا يا باشا لا، أصل إحنا شفنا البوكس واقف قدام الباب فقلنا ننزلها لك بإيدينا يعني. إزيك يا نادية؟ ساكتة ليه؟ أظن كنت فاكرة إن عمر ما هيتقبض عليكي أبداً، مش كده برضه؟ ما تردي. بالراحة عليها شوية يا باشا. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا مش سايب لك خبر تستناني في المكتب؟ عدم المؤاخذة يا باشا، أصله مريض وبياخد الدواء بميعاد، فيبقى وقت تاني بقى. وعلى إيه؟ ما إحنا خلاص اتقابلنا. قدامي يا نادية هانم. ما اسميش نادية. اسمها عبلة أحمد عبد الله. نادية عبلة شرويت. نبقى نتفاهم في مسألة الاسم دي على أقل من مهلنا. لسه قدامنا وقت كبير قوي على ما تخرجي من السجن. الحمد لله الشغل زي الفل وماشي كويس. والشقة يعني الحمد لله ناقصها شوية حاجات كده إن شاء الله تخلص. الحمد لله. وفي شوية مشاكل كده صغيرة برضو، ربنا يسهل إن شاء الله هتخلص. اسمع يا ياسين، أنا مش عايزة يحصل زي اللي حصل قبل كده. يعني إيه؟ يعني مش عايزة حد تاني يخش معانا على الخط. أنت عايزاني أتقدم لك بقى؟ إذا كنت أنت عايز كده. بصي، أهلك دولت من أيام ما كنا بنحب بعض، يطيقوا العمى ولا يطيقونيش، صح؟ الموقف دلوقتي اتغير قوي بعد الطلاق. أهلي دلوقتي ممكن يوافقوا على أي حاجة في سبيل إن بنتهم ما تبقاش مطلقة. إيه؟ بتفكر في إيه؟ يا حسين دي فرصة، يا ريت ما تضيعهاش من ايدينا. يعني اتقدم لك ويرفضوني وتبيعيني انت برضو تاني؟ ابدا والله، انا خلاص هتوصل الدرس وعمري ما ضيعك من ايدي تاني. خلاص يا سيدي، سيبيني شوية كده اظبط نفسي، والمقابلة الجاية هقول لك تكلميهم وتاخديلي معاهم معاد وفي البيت. ماشي يا باشا، احنا ما نعرفش عنها حاجة لمؤاخذة. دي واحدة اتعرفت على ابني في صالة البرياردو بتاعته، وبعدين اتجوزها غصب عننا. وانت عم حنفي شرحه يا باشا نفس اللي قاله رضا لجنابك. ازاي وانت كنت متجوز امها؟ امها مين لمؤاخذه؟ انا اصلي اتجوزت وطلعت كتير. سيده ايه؟ نسيت سيده العايقه؟ ايه ده؟ انت بنت سيده العايقه؟ حنفي يا صواف، انت راجل كبير زي ما بتقول، يعني بلاش الشويتين بتوعك دول واتكلم عدل. سيادتك ما قاللكيش حاجه خالص، اهو قدامك اسال. انا لا بنت سيده العايقه ولا اسمي ناديه ولا اعرف عن الكلام ده حاجه خالص. بس ما تتحميش قوي كده، بكره الشهود والمجني عليهم هيجوا هنا ويتعرفوا عليكي. انا ما اعرفش اي حد، انا ست ماشيه في حالي بشوف رزقي كده على الله وخلاص. الله، شكلك غيرت كلامك معايا يا رضا. انا يا باشا ليه؟ سيادتك طلبت حنفي جبتهولك، قلت عايز البت دي، اول ما جت الشقه كلمتك. بس انا بقى يا صواف مش مصدق انك ما تعرفهاش. يا باشا هي متجوزه ابني ولا ابنه؟ انا مجرد شاهد على العقد. ماشي يا حنفي يا صواف، ومروح انت وقريبك. تعيش يا امير يا ابن الامراء. بس خلي بالك الموضوع لسه ما انتهاش. انا موجود في بيتي وتحت امرك في اي وقت. سلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلصيني يا نادي عشان اعرف اساعدك. انكارك ده ملوش اي مبرر. يا سعاده الباشا، انا اسمي عبلة احمد عبد الله. عبلة احمد عبد الله. الناس دولت بينتقموا مني عشان انا اتطلقت من ابنه، وانا غلبانه وماليش حد يا باشا. كنت فاكره كاسكا من كده. بكره لما الناس يجوا يتعرفوا عليك نبقى نكمل كلامنا. نزلها الحجز. حاضر يا باشا، قدامي. استغفر الله العلي العظيم يا رب. يا راجل انت مش
مش لسه طافي السيجاره قبل ما ادخل الاوضه. يا بنت كلهم سيجارتين، بعدين البخاخه موجوده، لو حصل اي حاجه على المستشفى جر نشم شويه اكسجين ونرجع. انت كل حاجه يا اخي عندك بسهل كده. اصلي ما تعودتش احرم نفسي من اي حاجه طعم. اخدت الدواء؟ اتنجلت. بقولك ايه، قفلي بقى وخلينا نروق شويتين. انت مالك يا اخويا، موطي صوتك وموطي صوت التلفزيون كده؟ يا بنت ام لطفي لو حست ان احنا صاحيين هتقول فيها لخ فيها وتجيب الشيشه وترازينا للصبح. يعني ايه؟ هرقص سكيتي؟ معلش على الواحده كده. تا 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 تا. يا اخويا مالي اسمع يا اسمع، هو احنا بنسرق؟ يا بنت يا بنت ام لطفي لو حست بينا هتيجي ترقص وسطينا وانا اللي هتعذب انا وانت. سيب بس اللي في ايدك دي وخليك معايا. السيجاره؟ السيجاره ده الرقص رياضه يا راجل. اسمع كلامها يا حاج. الرقص رياضه وسيب بنتك محبوسه في المدرسه. ايه؟ ناجي محبوسه؟ مين اللي قالك؟ خرجت اجيب حتتين فحم من القهوه قابلته فرق خنزيره بره. وخنزيره عارف منين؟ يا اخويا والنبي ما تحط في نفسك الا تقع مننا تاني. هو في حد هيجيبه الارض ويقصف عمره غيرك؟ طب والعمل؟ لو سالنا هنثبتها عليها اكتر ونأذيها. ربنا معاها، مفيش في ايدينا دلوقتي غير الدعاء. قالها مين يا حسن درويش؟ ولا يهم، تبقى ببقك وتقسم لغيرك. بس ازاي يسلموها وهي مرات ابنهم؟ يكونش يطلقها يا عم. يطلقها ولا يحرقها بجاز؟ احنا في اللي طلق واتجوز ولا في السبوبه اللي طارت مننا؟ ايوه يا ولية، بس هي هتعرف تخلع؟ لا لا يا صاحبي، ده تسليم اهالي زمانها مستنيها بدل القضيه 10. بس اذا كنت انا خلعها ناديه هنزعها مش هتعرف تخلع. يا خنزيره انت عديت كده اوانطة، لو كنت بتعرف تقرا وتكتب كان زمانك واخد حكم ومشرف في اللومان. ايه يا ولية الملف الساعد، مالك بتقفليها في وش كده؟ اكدب عليك؟ اطبلك ولا اقولك الحقيقة؟ انت حبست تاجر اثار زيها؟ لا. او ده اول واحد هيشهد عليها ويقول انها خطفت بنته؟ اهدي براءتها 10 سنين. والتاني الولية دي اللي بتكلمك وتبعت لك؟ ايوه مرات ماجد بالخيام، ادي كمان رخرة تاكل لها فيها كام سنة حلوي. اكمل لك حساب ولا تكمل انت في سرك بعدين؟ لا ما تكمليش، بس يا رب ما تجرجرني بلوى من بلاويها. لا الشهادة لله هي فيها كل العبر، بس لوك لوك لا. بس عزمي درويش متخاص مني قوي. نفسي يقبض عليا بأي طريقة. اهو ده اللي لازم تعمل حسابه، لانه ان شاء الله بعون الله هيحبسك هيحبسك. ايوه يبقى انا لازم اخلع لحد ما الحمله دي تخلص. اروح فين يا عطا؟ صباح الفل يا نعم. نعم الله عليك، الجميلة جاية في ايه؟ جناية أكل، ينفع؟ يا أختي ما تزقيش أوي كده. رواقي رواقي. بقول لك إيه، أنا مش طايقة روحي، كل الدنيا الليلات تهدد فوق دماغي، مش طايقة حد يقول لي إزيك. حول الله يا ربي. ولو جيتي ورايا هفتري على اللي جابوا أهلك. يبقى أنت هي يا بت. هي مين يا ولية؟ نادية يا حبيبتي. نادية مين يا ست؟ نادية أنزحة يا حبيبتي. يا بنت انت وهي معلمة نادية انزحة معانا في الزنزانة. بقول لك ايه، بلا نادية بلا زفت. ايه يا اختي ومعلمة نادية حد يعرف يمسكها ولا حد يعرف شكلها؟ انا وانا فوق عند الضابط دلوقتي سمعاهم بيقولوا ان هي دي نادية انزحة. بس بس انت يا اختي صحيح نادية انزحة؟ دوري يا اختي من وش عايزة تجيبي لي تهمة ولا ايه؟ هو ايه ده؟ حبيبتي معاش ولا كان يا اختي بيجيب لك تهمة. انت خايفة من ايه؟ ده احنا كلنا هنا ولاد كار. يعني حبايب؟ حبايب حبايب يا اختي، ما تخافيش وما تقلقيش. طيب شوفي لي حتة كده ريح فيها وكوباية شاي وسجارتين. بسيطة بنت لواحس، هات الترمس والسجاير يا بنت واعملي لقمة. حاضر يا بليتي. خلاص يا حبيبتي روقي روقي.
عايزه كده ترجم الكلمتين اللي هقولهم للضابط بكره علشان لازم اخرج من هنا. باذن الله هتخرج ما تقلقيش. انت مرباش على فين يا لها؟ رايح فين دلوقتي؟ رايح انا رايح اصلي فجر ربنا اهو بيدها. انت ربنا تاب عليك ليه يا لها؟ الله يحيي العظام يا رميم يا باشا. الله الله الله، انت كمان بتقول كلام حلو اهو قدامي. قدامي هو في ايه يا باشا؟ احنا غلطنا في حقك يا حنف. بعد ايه؟ معلش، واحنا كنا نعرف منين بس؟ المشكلة مش في نادية، انت شرطت لابنك ونفسك وبروستني قدام الضابط. وانا كنت اعرف منين بس؟ واللي حواليا شعوزوني. طب تصدق بالله انك انت كنت صعبان عليا بطل كلامك ده واتكل على الله. مفيش حاجة في الدنيا هتخلينا سامح بعد اللي حصل ده. بس احنا هنقف جنبيها ونساعدها من بعيد لبعيد. شاكرين يا خبي، انا اقدر اعرف ازاي اساعدها لوحدي. ماشي، اللي تحكم بيه انا رقبتي سداده. مش عايز احكم ولا عايز حاجه منكم. من هنا ورايح كل واحد لحاله. يعني ايه؟ هتتبرى مننا؟ احمدوا ربنا اني مش هضركم. يا حنفي، يا حنفي، احنا جايين نعتذر لك ونحمي البيت ونكفر عن ذنبنا ده. انا خلاص فوت ونضيف. الو، اهلا وسهلا. طب لحظه واحده، ممكن بقى تهوينا عشان مش عايز حد يسمع المكالمه دي؟ ايه ده، انت بتخوني يا حنفي؟ ايوه، اللي يعملها مره ممكن يعملها الف مره وما يصعبش عليه. غالي برضو احنا في ظهرك يا صواف، واي حاجه تطلبها انا تحت امرك. خد الباب في ايدك وانت خارج وما تجيش الا لما ابعت لك. الو، ايوه يا حافي. لا، الكلام ما ينفعش في التليفون، لازم نتقابل. اللي يشوف يشوف واللي يعرف يعرف. البيت جوه وصابت في دماغه كل حاجه. ايه؟ عليك نور. ايوه كده، كل حاجه بقت على المكشوف، واللي يقدر على حاجة يعملها. الولد بسم الله ما شاء الله صحته بقى كويسة قوي. أمال إيه؟ هو في أحلى ولا أفيد من لبن الأم؟ ده العيل أول ما بيتولد بيبقى شكله كده، لكن أول ما بيتفطم وياكل من الأكل اللي إحنا بناكل منه صحته بتبوظ. يوتي 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 يوتي، ده بيبص لي. أمال إيه، مش أبوه؟ لازم يحس بيك. ربنا يصبره على فراق أمه. بتعمل ايه عندك يا استاذ؟ لا انا بعمل ايه؟ ما بطمن على الولد. الولد يجي لك لغايه عندك، تضرب الجرس، الخدامين كلهم يجروا عليك واولهم هي. ده لسه واقف، اتفضل قدامي، عندنا شغل كتير ومصيبه سودا حلت على دماغنا على الصبح، اتفضل. يا هناء، في ايه؟ قلقتيني. كل ما احاول انسى وارتاح منه يطلع لي بحاجه جديده. مين؟ احمد زهران تاني؟ البي بقى اقوى من الاول، اثر على وجدي ويليام وعايزين يفتحوا مصنع جديد. مصنع ليه؟ عايزين ينتجوا ادويه فيروس سي. ايه؟ اللي احنا بنستوردها؟ تخيل بقى مشروع زي ده لو نجح احنا ممكن نخسر قد ايه. الو، ايوه، المقدم عزمي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. معلش، الواحد بيغير النمره كل شويه. ايه؟ معقوله؟ قبضتوا عليها؟ امتى؟ طبعا هاجي، اشهد عليها وبس. انا لو طولت اقتلها هقتلها. مش هتاخر يا باشا، قبل الميعاد هنكون عندك. يا ليل
شو